خليني اقول لكم كمان انه طيب نتكلم عن المنتخب الاولمبي برضو وندي له حقه. المنتخب الاولمبي لعب مباراه امام كوت ديفوار وكسب في استاد القاهره 1-0، هدف مصطفى سعد ميسي، وقدم مباراه الى حد ما يعني تعتبر جيده متوسطه المستوى في اطار تحضيره طبعا للمشاركه في الاولمبياد. لكن بمناسبه الاولمبياد وبعد التالق الكبير جدا لتريزيجيه، وهو يستحقها الحقيقه، واحد من نجوم منتخب مصر لما تراجع مشواره من اول ما لبس تيشيرت المنتخب لغايه ماتش بوركينا الاخراني لاعب بدرجه مقاتل. والحقيقه على مستوى التاثير، انا دايما على فكره في المشاركات الدوليه بالذات بحب جدا جدا يبقى تقييمنا على اساس الارقام مش الشو والسوشيال ميديا واللقطه يعني. وبالمناسبه على فكره في لعيبه ككواليتي مفيش خلاف عليها، يعني لما تيجي تتكلم على اسم لاعب، انا مش هقول اسماء يعني، ومش بس في الاهلي وبره الاهلي كمان، في لعيبه على اعلى مستوى كواليتي عظيم جدا، مفيش اتنين يختلفوا عليهم. لكن لما تيجي تشوف مشوارهم على المستوى الدولي تجد انه تقريبا مش موجود، او تجد انه ملوش تاثير، او تجد انه التاثير اللي بيبان على المستوى المحلي وحاله التوهج الكبيره جدا اللي بتبان في الماتشات المحليه لما تيجي تشوفها على المستوى او تعكسها تنتظر انها تنعكس على المستوى الدولي تجد حاله غياب تامه، ودي علامه استفهام. عشان كده بنقول وناس بتستغرب اوقات كتير جدا ليه دايما لعيبه الاهلي هي اللي بتمثل القوام الرئيسي لمنتخب مصر. دي نقطه في غايه الاهميه. وليه انا بشوف انه في لعيبه في النادي الاهلي كانت تستحق مش انحيازا ولا حبا في النادي الاهلي، يعني قصه مش قصه دفاعا عن لاعب في الاهلي بقد ما هي حرصا على مصلحه المنتخب. مش اي لاعب مهما كانت كفاءته عنده القدره على التعامل مع الضغوط والمواجهات الكبيره. هتقول لي هي مواجهات سيراليون وبوركينا وغينيا وجيبوتي واثيوبيا في تصفيات كاس عالم مواجهات كبيره؟ مواجهات كبيره. وخد بالك انه في مشوار مصر كلها كله في تصفيات كاس العالم الفرقه الصغيره اللي انت دايما بتبقى مستسهلها او رايح حاسس ان المباراه في جيبك هي اللي بتطلعك من كاس العالم. فهي قصه، ومش بس بتكلم على حتى تصفيات كاس العالم، ما تيجي معايا نرجع لامم افريقيا ونشوف شكل المنتخب كان ايه هناك. في لعيبه في النادي الاهلي، ومش هقول في الاهلي بس، ممكن يكون بعض اللاعبين كمان في فرقه تانية غير الاهلي عندها خبره المواجهات الدوليه، عارفه يعني ايه مواجهات على مستوى المنتخبات. ومش فكره تمثيل بقد ما هي فكره تاثير وفعاليه، يعني يهمني في السكواد يبقى عناصر من العيار الثقيل وفي نفس الوقت فعاله. لكن تعال نشوف ونراجع ارقام كتير من الاسماء اللي موجوده، مش تقليلا منهم والله، بالعكس انا نفسي ان هم، مش عارف هل بيبقى في رهبه، هل بيبقى في خضه، هل تيشرت المنتخب زي ما بنقول مثلا لعيبه كتيره جدا جت الاهلي كانت امكانياتها كويسه، بس تيشرت الاهلي والضغوط في النادي الاهلي مش اي لاعب يقدر يتعامل معاها. عشان كده في لعيبه كتيره جدا ما نجحتش رغم انها لعيبه كويسه جدا 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 وكانت من نجوم الفرقه اللي هي بتلعب فيها، ان لم يكن اهم نجم في الفريق اللي هو بيلعب فيه. لكن الاهلي والضغوط، ضغوط الماتشات وضغوط التدريبات وضغوط الجماهير والاعلام، مش اي حد يقدر يتحملها. نفس